السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورني، أهلا بكم متابعينا الكرام قناة هذا محمد في حياة أهل الريف. زي ما حضراتكم شايفين زراعة القمح والسلاح لسه في أراضي برضه لسه ما زرعتش. طبعا هنا المنطقة هنا بتفضل القمح الزراعة بالسلاح أو بالمحرات بيسموها حراتي، بس هي الإيراد هنا بياخد 3 كيلو. طبعا أنا قلت الكلام ده كتير وبكرره تاني لأن أنا شايف إن الناس كلها بتحب الزراعة عن طريق الحراتي دي. الجدر بيمسك في الأرض كويس والهواء ما يقعهوش، إنما العفير بيبقاش صلب في الأرض أوي زي الحراتي. دي المعلومات انا واخدها من ناس فلاحين يعني حافظين الزراعة وناس خبرة، وقالوا لي كمان ان القمح ما بيحبش المية، في ناس بتعمله بالنقير او العفير ويملوه غبوره بالمية فالقمح بتغيب. كده بياخد تاني وش بدر وبعدين حرت وبعدين ارجع في بدر تاني، هو كده بياخد تاني وش.